يعني بنظرة سريعة كانت هناك عدة آراء حول تشرين، هي لا تكون يعني من زاوية واحدة بل أكثر من زاوية على اعتبارات كثيرة، أنه الأجندات لا تزال لحد اللحظة هي فاعلة في المشهد السياسي العراقي، هذه واقعية نتحدث بها ولا نتحدث بنرجسية. بالتالي هل بداية تشرين كانت شعبية 100%؟ أنا أقول لا، كسياسي ومراقب للمشهد السياسي كانت البداية بمحركات خارجية. بمحركات خارجية؟ بمحركات خارجية أمريكية إسرائيلية؟ لربما يعني 70% عربية وليست فقط أمريكية. وبالتالي هذه المحركات كانت تلعب على وتر أنه لا يجب الاستقرار لهذا البلد وهذه القضية وهذه الأحجية. أيه. اليوم لربما زين ليش اندفع تيار الحكمة مع الاحتجاج في البدايات؟ يعني احنا كل القوى السياسية، لا كل القوى السياسية شاركت. إذا واحد يقول لك أنا ما شاركت، محركات عربية ليش شاركون؟ لا راح أعطيك، لا وهي انتقلت من المحركات الخارجية إلى الشعبية البحتة، وبالتالي أسندت وساندت المرجعية، الشعب نقلها. شوف الوعي حينما يبدأ بفكرة وينطلق، ولكن هذه الفكرة تكون لها محركات خارجية لأسباب سياسية. بس أستاذ علي، المحركات الخارجية تبدأ حينما تكون هنالك غفلة من السياسيين أو من القوى الحاكمة السياسية. بالتالي هذه الغفلة كانت موجودة وقالت لك ست شروق. هناك تغافل للرأي العام، هناك فجوة كبيرة ما بين الرأي العام والشارع وما بين القوى السياسية، يعني استغلت هذه الفجوة وانطلقت بأعداد بسيطة، كانت الأعداد بسيطة جدا بالبداية. بالتالي حينما هذا النهوض وهذه الحركة يعني تحسسها الآخر، تحسسها الذي كان جالس ويراقب المشهد بعد انطلق، وهذه الانطلاقة هي ما كونت تشرين الوجه الآخر لتشرين.